يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا لها من دعوة رقيقة رفيقة رحيمة حانية تفيض لطفا. إنه يدعوه بأسلوب رفيق، لكنه لا يميع دين الله عز وجل كما يراد اليوم. ولقد سلك عليه السلام في دعوته أحسن منهاج وأقوم سبيل، واحتج عليه أبدع احتجاج بأحسن أدب وخلق جميل، لئلا يركب متن المكابرة والعناد. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. رمضان.